وصية أم، حكاية من التراث الفرنسي. يا إلهي نادوا سيد مادلين. ماذا حدث لها؟ سيد مادلين، لقد أغمي على السيدة فانتين فجأة. خذها إلى منزلي حالا، هيا. ستتحسن صحتك بإذنه تعالى يا فانتين. شكرا يا سيدي، شكرا لك. كيف هي الآن يا دكتور؟ أخبرني. لا أمل بالشفاء. سيد مادلين، سيد مادلين، سيدي أرجوك. نعم يا فانتين، أنا بجوارك. أتشعرين بألم؟ كلا، لقد أعتدت الألم، إنني أموت، أليس كذلك؟ ماذا تقولين؟ لم تري ابنتك بعد؟ تشجعي، تشجعي. كوزيت، أوصيك بها. أمي. كوزيت هذه ابنتها التي تعيش بعيدا عنها منذ أن كانت في الثالثة من عمرها. لا شك أنها تعيش حياة رغيدة، إذ أن أمها ترسل لها كل ما يتيسر لديها من نقود. أمي. كوزيت، إني أسمع صوتها. كوزيت، تعالي يا ابنتي، أنا أمك. كوزيت، تعالي. فانتين، كلميني أرجوك، أرجوك يا فانتين، لا ترحلي. ليرحمك الله يا فانتين، سأعتني بكوزيت وأرعاها من كل مكروه، وهذا عهد. كان مادلين رجلا غنيا يملك مصنعين كبيرين، وكان أهل البلدة يعتمدون في كسب معيشتهم على هذين المصنعين. مع ذلك لم يعرف التغطرس أو التكبر، بل كان على عكس ذلك تماما، محبا للفقراء وعطوفا على المساكين والمحتاجين. لقد قضى في السجن مدة 19 عاما طويلة بسبب كسرة خبز. كان له ماض حزين دفعه الفقر إلى سرقة لقمة خبز. كوزيت، وصيتي إليك كوزيت. انطلق إلى مونتفيرمي. مونتفيرمي أمرك يا سيدي. هيا هيا.
وفي مدينة صغيرة بعيدة قليلا عن باريس كان رجل يدعى شنايدر يدير فندقا بسيطا. كان شنايدر غارقا في الديون إذ أن الفندق لا يكفي لسد حاجاته من النقود. امسحي الأرض جيدا هيا. لذا لم يكن باستطاعته أن يستخدم أحدا، وقد اقتصر جميع خدم الفندق على هذه الفتاة التي كانت في 8 من العمر، وكان على هذه الفتاة الصغيرة أن تقوم بجميع أعمال الفندق. ها قد عدت للكسل ثانية. معذرة يا سيدتي، أنسيت أنك هنا بفعل الرحمة فقط. هيا تابع العمل بسرعة، اكنسي في الخارج، هذا ما يحدث دوما أيتها الكسولة. ألم تصل نفقات إقامتها بعد؟ لم يصلني شيء منذ 6 شهور. ماذا حدث لتلك المرأة؟ أخبريها بأن ترسل 15 فرنكا اعتبارا من هذا الشهر، فنحن مدينون 1500 فرنك. قولي لها بأن كوسيت مريضة. نعم ها؟ يا لبشاعة ما يفعلونه. لقد ظنت فانتين أن ابنتها تعيش حياة سعيدة، لذلك لن تتأخر في إرسال كل ما تملكه من أجل ابنتها. اليوم عيد. ها هي كوزيت كعادتها تشكو من التعب والإعياء، وعلى ذلك فعليها أن تحيك بعض الجوارب الصوفية لابنتي العائلة. كم كانت تتمنى أن ترتدي هي جوربا صوفيا، كنا في العمر ذاته، ولكن الفرق كان بينهن كبيرا. لقد نفد الماء. عليك بكوزيت، هيا اذهبي واحضري الماء. لم أكمل جورب إيبوني بعد. افعلي ما أقوله لك، هيا. سأذهب غدا، أرجوك لا ترغميني على الذهاب الآن، الغابة مظلمة وأنا أخاف الظلام. أرجوك. هذا فندق، وكيف لنا أن ندير هذا الفندق بدون ماء؟ أتفهمين؟ كانت كوزيت محقة في تخوفها من الخروج إلى الغابة في الليل، فالماء بعيد وسط الغابة الموحشة المظلمة حتى في النهار. مساء الخير يا أميرتي، ليتني أستطيع أن أضمك إلى صدري، ولكني لا أستطيع، يجب أن أذهب لأحضر بعض الماء. خاطبت كوزيت الدمية في نافذة المخزن، خاطبت صديقتها الوحيدة التي يطمئن لها قلبها وتسكن إليها نفسها. حسنا، سأذهب الآن. كانت الغابة باردة مظلمة لا نهاية لها، وكانت كوزيت الصغيرة تخافها كثيرا. أخيرا وصلت إلى ينبوع الماء. لقد كان الماء باردا كالثلج تماما. يا إلهي، هذا الدلو ثقيل جدا، سأحمله عنك، هيا بنا. من الذي طلب منك إحضار الماء في هذه الساعة؟ هل هي أمك يا ترى؟
السيدة شنايدر. أخبريني ما اسمك؟ أنا كوزيت. قلت كوزيت؟ ابنتي كوزيت. أوه. وصيتي لك كوزيت. أميرتي. أوه أميرتك؟ أجل، أنا أدعوها هكذا، انظر كم هي جميلة. ثمنها 40 فرنكا، لا شك أن أحدا في القرية لا يستطيع شراءها، إنها صديقتي الوحيدة. والآن دعني أحمل دلو الماء. أوه، ولماذا؟ كي لا تكشف السيدة شنايدر مساعدتك لي، إنها تغضب وسوف تضربني يا سيدي بشدة. أوه أين كنت يا من لا تصلحين لي شيء؟ عندنا نزيل يا سيدتي. نزيل؟ حسنا، أين هو؟ فليتفضل. ها أنا ذا يا سيدتي. معك نقود؟ تكلم. 20 فرنكا. اسكت أنت، لا تتكلم. نحن لن نسمح للفقراء بالنزول هنا، تفهم؟ حسنا، كم تريدين إذن؟ ها؟ 40 فرنكا. 40 فرنكا؟ لا بأس. إذن تفضل. كانت ثياب مادلين رثة بالية، وقد تعمد هذا كي يعرف حقيقة من يتعامل معهم من الناس، فقد خبر هذه التجربة عندما كان فقيرا لا يملك شيئا. أهلا أهلا يا أحبائي، سأجهز لكم طعاما شهيا. الآن هيا إلى غرفتكما، هيا. ماذا يشغل بالك؟ أسرعي هيا. وكوزيت أيضا ما هي إلا طفلة، وكم كانت تتوق إلى اللعب مع الدمية. سيدتي، أتسمحين لكوزيت باللعب إذا دفعت لك 5 فرنكات ثمن هذا الجورب؟ ماذا؟ هل أنت متأكد من ما تقول يا سيدي؟ يمكننا شراء 20 زوجا من الجوارب بهذا المبلغ. اسقط. بكل تأكيد يا سيدي، نعم. لست بحاجة لحياكة الجورب، اليوم عيد وما عليك إلا اللهو واللعب يا كوزيت، هيا. لم تكد كوزيت تصدق ما سمعت، هل ستلهو بالفعل؟ أحقا أستطيع أن ألعب يا سيدتي؟ طبعا طبعا، اذهبي والعبي كما يحلو لك. أنا سعيدة جدا لأنك ستلعبين. هيا اذهبي والعبي هيا. كانت تلك أولى ابتسامة لها منذ مدة طويلة، فلم تعرف الحنان أو العطف منذ أن تركت والدتها. وشرعت كوزيت باللعب بقطعة من الخشب متظاهرة أنها دمية حلوة وصديقة مخلصة. أمي إلى النوم يا صديقتي. وأمسكت كوزيت بالدمية وضمتها إلى صدرها بسرعة. كانت تلك أول دمية حقيقية تلامس صدرها، وقد حالت فرحتها الشديدة دون رؤيتها أو سماعها أي شيء. كوزيت، كيف تجرؤين على أن تلمسي دمية فتاتي بيديك القذرتين؟ هيا عيديها إلي أيتها اللصة. ما تظنين نفسك؟ يا لك من فتاة ناكرة للجميل. هاتي هاتي.
أنتِ، أنتِ يا من لا تصلحين لشيء أبداً، سألقنك درساً، سألقنك درساً. حسناً، انتظري وسترين. كفى. ما شأنك؟ ها؟ خذي يا كوزيت، خذي هدية العيد. هذه لي؟ هذه لك يا عزيزتي. من هو هذا الرجل؟ وكيف يعطي هذه المتشردة دمية باهظة الثمن هكذا؟ هذا غريب حقا. أكاد أفقد صوابي. مع أن ثيابه رثة إلا أنه غني. نعم، سنبتز منه الكثير يا زوجي. يا للفتاة المسكينة، ولكن لن يستمر هذا أبدا. سنبدأ سويا حياة جديدة منذ الغد. هاك فاتورة الحساب، 25 فرنكا. إنها صحيحة. بالمناسبة أريد أن أصطحب كوزيت كي أرعاها بنفسي، ما رأيك؟ كوزيت لا مانع لدي، ولكن ستدفع الكثير طبعا. أجل أجل، كنا نرعاها بدافع الرأفة والشفقة، فأمها إنسانة فاشلة ولم ترسل لنا شيئا من النقود. يا لكما من شريرين، لقد دفعت لكما فانتين كل ما تملك. وكم تريداني مقابل ذلك؟ أخبراني. عندها خطر ببالهما مبلغ 1500 فرنك، وظنا أن ذلك مبلغ كبير. 1500 فرنك يا سيدي، أتفهم؟ حسنا، أحضر كوزيت. حسنا كوزيت، تعالي يا كوزيت، تعالي يا صغيرتي، تعالي. ستذهبين معي كوزيت، تعالي إلى هنا، هيا تعالي، هيا. سيدي. والآن ارتدي هذه الثياب. إنك جميلة جدا يا كوزيت. مع السلامة. توقف. ماذا تريد أيضا؟ إذا أردت كوزيت فعليك أن تدفع لي 3000 فرنك. كلا. ماذا تقول؟ إن فانتين مدينة لك بخمسة وثلاثين فرنكا، ولكني دفعت لك 1500 فرنك، ماذا تريد؟ أعد إلي يا كوزيت، طالما أنك لا تريد أن تدفع فنحن نحبها كثيرا ولن نتخلى عنها. كلا، لن أفعل ذلك ولن أدفع لك شيئا أيها الشرير، ابتعد. حسنا ابتعد. ابتعد، سأطلق النار، إياك أن تقترب أكثر. قلت لك ابتعد، أنا أعني ما أقول، سأطلق النار. وأخيرا انفجر الغضب الكامن في صدر مادلين منذ سنين. أنت أيها الجشع. هيا بنا.
هيا بنا يا عزيزتي. وهكذا ارتبط مصير كل منهما بالآخر، فقد عاشا ظروفا واحدة مماثلة، وكانت فرحتهما ببعضهما كبيرة جدا، وقد ترتب عليهما الحفاظ على هذه الفرحة إلى الأبد بغض النظر عما يخبئه لهما المستقبل الغامض.